السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا الكرام، متابعتنا الكريمات، مرحبا بكم مجددا في قناتكم هميزات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، فاطم الصحة والعافية. متابعينا الأفاضل، عدنا إليكم مجددا بواحد العروض جهوية ديال بيم ديال يوم الجمعة 28 ماي 2021. هاد العروض هادي غيتكون ان شاء الله في واحد المجموعه كبيره ديال المدن، يعني عده مدن، وراه عروض مميزه. نتمنى انها تعجبكم، فابقوا معنا حتى الاخر باش تكتشفوا جميع العروض وتكتشفوا هاد المدن هادي. فغنذكر لكم المدن ان شاء الله في اخر الفيديو. بالنسبه لهاد العروض كما قلنا ديال يوم الجمعه 28 ماي 2021، يعني الجمعه ديال بعد غدا ان شاء الله. هاد العروض هادي راه مميزه كما قلنا. وقبل ما نبداو التقديم ديال هاد العروض متابعينا الكرام، كنشكركم كما العادة على التشجيعات ديالكم والتعليقات ديالكم الزوينة وعلى الآراء ديالكم والانتقادات ديالكم، فكل شيء راه كناخدوه بعين الاعتبار. فأي فكرة جاتكم أو أي تعليق أو أي استفسار أو شي حاجة ما عجبتكمش في القناة، اكتبوها لنا في التعليقات، فراه كنقراو جميع التعليقات وكنحاولوا نجاوبوا على الجميع إن شاء الله. لأول مرة يزورنا في القناة أو ديما كيتابعنا ومازال ما يشترك، كنقولوا له يشترك ويفعل زر الجرس باش ما يفوتوا حتى عرض إن شاء الله، ويوصلوا ديما الجديد سواء العروض ديال بيم أو مرجان أو عدة متاجر في المغرب. وما تنساوش الضغط على الزر ديال الإعجاب، وقفوا الفيديو واحد جوج ثواني، ضغطوا على الزر ديال الاعجاب ورجعوا معنا كملوا الفيديو. فالزر ديال الاعجاب راه كتشجعونا به، الله يجازيكم بخير. وبلا ما نطولوا عليكم نبداو على بركه الله. هذه العروض هذه كاين اول منتوج معنا، واحد الطبق ديال التقديم ديال الحلويات. بالنسبه لهذا الطبق ديال التقديم ديال لي طارت مثلا كما كتشوفوا معنا، جاي بهذا الشكل هذا. بالنسبه لهذا راه الغطاء ديالو منزاج كما كتشوفوا، القطع ديالو مزاج. بالنسبة للديامتر ديالو 24 سنتيم، بالنسبة للديامتر ديال الغطاء. أما الطبق راه أكبر منه شوية كما كتشوفو معنا. كتجي فيه الحلوة بهذا الشكل هذا، بهاد الطريقة هذه. بالنسبة لهذا راه من الشركة ديال لاستر كما كتشوفو، الثمن ديالو 1000 ريال، 50 درهم. كاين أيضا معنا واحد الصحن ديال التقديم، هذا من الزاج الملون. بالنسبة لهذا في الديامتر ديالو 45 سنتيم، هاد الطبق راه كبير، 45 سنتيم راه تقريبا قرب النص مترو كما كتشوفو معنا في الديامتر ديالو. بالنسبة لهاد الطبق هذا راه جاي بعدة ألوان اللي كتشوفو معنا في هاد الصورة الصغيرة. كاين هاد اللون وكاين اللون الرئيسي في هاد العرض هذا، وربما يكونوا ألوان أخرين ما ذكروهمش هنايا، ما بينهمش هنايا في هاد الكتالوج. بالنسبة لهذا الطبق هذا راه داير 65 درهم، 1300 كما كتشوفوا معنا، وكما قلنا راه كبير. كاين أيضا معنا واحد القالب ديال الحلوى، واحد المول أغاطو، كيجي بجوج شكيلات كما كتشوفوا معنا. كاين هذا الدائري اللي جاي بهذا الشكل هذا، وكيعطيكم الحلوى ديالكم بهذا الشكل هذا اللي كتبان لكم في الصورة. بالنسبة لهذا الدائري هذا راه فيه 26 سنتيم في الديامتر ديالو. وكاين ايضا هذا اللي جاي على الشكل ديال القلب بهذا اللون هذا، كاين هاد جوج لوينات هادو، ربما يكونوا لوينات اخرين، مبين لنا هاد جوج لوينات هنايا بهاد جوج شكيلات. بالنسبة لهذا المول هذا راه داير 140 درهم، يعني 28 100. هذا الماتير ديالو اللي مصنوع بها من الجرانيت. بالنسبة للثمن ديالو ممكن تلقاوه بأقل في الأسواق، غير هو خصكم تفرقوا بأنه هذا راه من الجرانيت ماشي غوفيتمون ديال الجرانيت، يعني ماشي مغلف بالجرانيت. هذا الماتير اللي مصنوع بها راه من الجرانيت، وربما تلقاو أقل بهذا الثمن حيت كيبان هذا الثمن أغلى. غير هو كما قلنا إلا تلقيتوه في الأسواق خصكم تاخدوا اللي مصنوع من الجرانيت ماشي الغوفيتمون، حيت الغوفيتمون كيكونوا الثمن ديالهم أقل. كما قلنا هذا الثمن ديالهم 140 درهم. معجم السيدات اللي ديجا خداوهم بأقل من هذا الثمن يشاركونا التجربة ديالهم، نستافدوا جميعا. وعموما أي منتوج كتلقاوه في بيم أو في أسواق أخرين، الإنسان ما فيها بأس أنه يسول عبرا، ربما يلقى بأقل من الأثمنة اللي كيتعرضوا. وكاين أيضا معنا واحد الرف ديال الحمام، واحد ليطاجير سال دوبا. بالنسبة لهاد ليطاجير هذا كما كتشوفوا معنا فيه 4 ديال الطاجيرات، 4 ديال الطاجيرات، 3 لتحت ووحدة ديال السقف. في الديمونسيون ديالو فيه متر في العلاوة، وفيه 36 على 23 في القاعدة ديالو كما كتشوفو معنا. بالنسبة لهذا الرف هذا راه من البلاستيك،
كما كتشوفوا هذا راه مصنوع من البلاستيك ماشي من الخشب، والثمن ديالو 140 درهم 28%. كما كتشوفوا معنا جاي بهذا الشكل هذا. بالنسبه لهذا على ما سمعت انه كاين في ايكيا غير 100 درهم، ولكن ما متاكدش من الكاليتي ديال البلاستيك، حتى البلاستيك راه كيختلف، ولكن ربما يكون نفس الكاليتي وربما يكون حتى احسن. يعني اللي قريب له ايكيا والغرض ديالو في هذا البرودوي هذا يقلب في ايكيا اولا، ربما يلقاه بنفس الجوده. كما قلنا هذا راه هنايا داير 140 درهم. كاين ايضا معنا واحد المجموعه ديال المقالي من الشركه ديال امبريال. بالنسبه لهاد المقالي هادو راه كيجيو بهاد جوج لوينات اللي كتشوف في هاد جوج دوائر صغيره. هاد ثلاثه ديال المقالي اللي غادي نعرضو كلهم بهاد متوفرين بهاد اللوينات. بالنسبه لاول مقلات معنا فيها 22 سنتيم في الديامتر ديالها، هادي كما قلنا من الشركه ديال امبريال. بالنسبه للمميز في هاد المقلات هادي انها مصنوعه من الجرانيت ماشي غوفيتمون جرانيت، هي مصنوعه من الجرانيت والغوفيتمون ديالها من الرخام. وكما تابعتوا معنا راه كنا عرضنا بعض المنتوجات في العروض ديال تركيا فيهم الغوفيتمون من الرخام، وكما كنا قلنا اننا كنتمنوا يدخلوا هاد المنتوجات اللي مغلفين بالرخام حتى للمغرب. وكما كتشوفوا معنا هادو تقريبا اول مره كنشوفوهم مغلفين بالرخام ومصنوعين من الجرانيت من الشركه ديال امبريال. بالنسبه لهادو راه 90 درهم الثمن ديالهم. هاد المقلات هادي 22 سنتيم ب 90 درهم 1800، وراه الثمن ديالها طالع على حساب هاد الماده هادي اللي مصنوعه بها. كاين ايضا معنا واحد المقلات اكبر من الاخرى، هذه فيها 30 سنتيم في الديامتر ديالها، مصنوعه بنفس المبدا بالجرانيت والغوفيتمون ديال الرخام غوفيتمون اوماغ. بالنسبه لها راه دايره 130 درهم 26% من الشركه ديال امبريال. وكاين ايضا معنا واحد المقلات اللي جايه كاري، هذه المقلات اللي كتعطيكم داك ليفي ديال الشواء في دوك الخطيطات بحال ديال الطاكوس كما كتشوفوا معنا. بالنسبه لهذه راه في الديامتر ديالها 26 سنتيم، جايه كاري حتى هي من الجرانيت ومغلفه بالرخام كما كتشوفوا معنا من الشركه ديال امبريال، دايره 120 درهم 24%. بالنسبه للمقالي هما هادو اللي كتشوفوا معنا في الصوره كيبانوا بوضوح. وكاين ايضا معنا واحد الفرن من الشركه ديال ايتيمات، فرن خمسة ديال المواقيت. بالنسبه للكويزينيير فيها خمسة ديال الريوسا كما كتشوفوا معنا في الصوره، خمسة ديال الريوسا، الراس الوسطاني كبير واللي جايين في الجناب بعده احجام كما كتشوفوا. بالنسبه لهاد الكويزينيير غادي راه في العلو ديالها 87 سنتيم كما كتشوفوا معنا، وفي العمق ديالها 60 سنتيم، وفي الطول ديالها 90 سنتيم كما كتشوفوا معنا، يعني راه قربات المترو. هاد الكويزينيير راه كبيره، يعني بالنسبه للطول ديالها 90 سنتيم والعمق ديالها 60 سنتيم فراه كبيره. الفرن ديالها كبير ولابلاك ديالها حتى هي كبيره. بالنسبه لهذه راه يعني الشعاله ديالها او البريكه ديالها راه اوتوماتيك، وفيها الغطاء ديالها هاد لابلاك هذه كما كتشوفوا، الغطاء ديالها راه مصنوع من الزاج بهذا الشكل هذا. وبالنسبه للفران حتى هو راه من الغاز، حتى هو من الغاز، الحجم ديالو فيه 115 لتر كما قلنا راه الفران كبير. بالنسبه لهذا الفران هذا راه فيه الساعه مانيوال، يعني ممكن تعدلوه يطفى بوحدو، فيه الترموستات، فيه كويسون غري كما كتشوفوا معنا. وبالنسبه للباب ديالو راه مقاوم للصدمات ومقاوم للحراره، وفيه اكليراج، فيه الضوء الداخل، فيه واحد البوله الداخل اللي ممكن تبين لكم الطعام في الوقيته اللي كيكون كيطيب فيها، يعني ممكن تشوفوها غير من برا. وفيه فونتيلاتور، فيه الفرفاله تيربو يعني باش الحراره تكون موزعه بشكل زوين في الفرن كامل. وكما كتشوفوا معنا هذا راه من الشركه ديال ايتيمات، كما قلنا صناعه تركيه، شركه تركيه، شركه ديال ايتيمات راه معروفه. بالنسبه للثمن ديال هاد الفرن هذا، بالنسبه للثمن ديالو راه داير 3590 درهم كما كتشوفوا معنا، يعني تقريبا 72000 ريال،
قل 10 دراهم تقريبا. كما شفتوا معنا كيبان بهذا الشكل هذا وبهذا الديزاين هذا كما كتشوفوا. نتمنوا من السيدات اللي سبق لهم جربوا هذا الفرن هذا او الافران ديال ايتيمات يشاركونا التجربه ديالهم باش نستافدوا جميعا ويستافدوا المتابعات اللي بغاو ياخذوه. بالنسبه للعروض ديال اليوم هما هادو متابعينا الكرام، كما تابعتوا معنا كانوا متنوعين، نتمنوا يكونوا عجبوكم وتكونوا استفدتوا معنا. بالنسبه للمدن اللي غيكونوا فيها هاد العروض هذه، هاد العروض غيكونوا في المحمديه ان شاء الله، فجميع المتاجر ديال بيم في المحمديه، وغيكونوا ان شاء الله حتى في بوزنيقه وفي سلا وفي الرباط القنيطره وتماره وحتى طنجه، وايضا غيكونوا ان شاء الله حتى في فاس ومكناس. فالمرجو من السيدات اللي سبق لهم جربوا اي منتوج من هاد المنتوجات يشاركونا التجربه ديالهم. بالنسبه لهاد العروض غيكونوا كما قلنا يوم الجمعه 28 ماي 2021، يعني الجمعه ديال هاد الاسبوع هذا. نتمنى يكونوا عجبكم هاد العروض ونكون قدمناهم بطريقه سهله ومفيده. نتلاقاو في عروض اخرى متابعينا الكرام وفي ميزات اخرى. ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش ما يفوتكم حتى عرض ان شاء الله. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.